طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول موضوع مبادرات رمضان وأحوال الفقراء والنازحين في العراق، وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. ضمن مبادرات شهر رمضان وضمن مشروع سلة رمضان، قدم فرع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات إغاثية وسلات غذائية للعائلات المتعففة في مخيم الكيلو 18 غربي الرمادي. شمل التوزيع الذي قدمه الفرع فرع الهيئة 100 ل100 عائلة متعففة من العائلات النازحة المهجرة قصرا وعائلات معدومة الدخل تقطن المخيم المذكور منذ أكثر من تسع سنوات، وهذا الذي يدعونا في هذه الحلقة للتساؤل: أين دور الحكومة في إعادة النازحين وفي مساعدة الفقراء في هذا الشهر الكريم؟ طبعا تأتي هذه الجهود في إطار الحملات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها فروع هيئة علماء المسلمين داخل العراق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. دعونا نتابع جانبا من توزيع هيئة علماء المسلمين في العراق للمساعدات في شهر رمضان المبارك في محافظة الأنبار، فلنتابع. علماء المسلمين على المبادرة والدعمهم المتواصل للمخيمات السياحية العشوائي، ورحم الله والديهم في هذا الشهر الكريم شهر المبارك، ألف رحمة على والديهم، جزاه الله خير الجزاء. نشكر هيئة العلماء المسلمين ورحم الله عليهم وجزاهم الله ألف خير على المساعدات اللي جتنا هاي وجزاهم ألف خير. نريد النائب أكثر هواية ما جاي يستلمون بعدهم. ولا مساعدة من عندكم ساعدوهم ورحم الله عليكم وجزاكم ألف خير. نشكر هيئة المسلمين. يقولوا كل شيء ما عندنا ولا يقول ساعدونا هذا الشهر وبعدين بين الشام هذا يومكم هاي 9 سنين مبهدلين لا بيوت ولا كل شيء لا يهل الغيرة لا يهل الرحم وينكم. نشكر هيئة علماء المسلمين على هاي المبادرة الطيبة من عندهم، ونرجو مساعدة العوائل التعبانة بالكيلو 18، ونرجو المزيد من كل العوائل هالعوائل التعبانة بأي شيء كان. وضمن المبادرات الرمضانية قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية حملة إغاثية كبيرة للعائلات المهجرة قصرا في مخيمات العامرية والدور وطئة الكلفة في مدينة الحبانية كذلك في محافظة الأنبار، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. قدمت المنظمة المنح المالية ل 600 عائلة من العائلات المهجرة من مناطق جرف الصخر ومناطق أخرى والمتوزعة في مخيمات بزيبز في ناحية العامرية، إضافة إلى تقديم المنح المالية للعائلات المقيمة في مخيمات دور واطئة الكلفة. تأتي هذه الحملة الإغاثية ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المنظمة بمناسبة شهر رمضان، وفي سياق حملاتها الإنسانية التي تقدم الدعم الإغاثي للعائلات النازحة والمهجرة قصرا وهي تعاني مآسي النزوح والاحتياج الماس لأقل مستلزمات العيش الكريم كذلك منذ أكثر من 9 سنوات في مخيمات ومناطق النزوح والتهجير القسري. وهذا يطرح التساؤل للمرة الألف: أين الحكومة من النازحين والفقراء في العراق طوال كل هذه السنوات وبالتحديد في شهر رمضان المبارك؟ دعونا نتابع
مساعدات منظمة أم القرى أو منظمة الإغاثة. نعم أم القرى الإغاثة. صار عندنا تقريبًا 9 سنوات من إحنا قاعدين هنا، رجع ماءنا وعوائل تعبانة، وجانا شهر رمضان المبارك، وإحنا نريد هذا بشهر رمضان المبارك الناس خيرة كثيرة، وهل الله هاي بالعوائل هاي التعبانة اللي الناس ما عتها لا راتب لا بيت ولا خل يكون. وإحنا بالنسبة لشخصيتنا إحنا مو إحنا وصلتنا هاي هسه اليوم المنحن مالي اللي مال الإخوان المسلمين دزونا إياه، والله فرحونا بشهر رمضان المبارك. نشكر الإخوان الجمعية أم القرى، بارك الله بيهم على هاي المبادرة ويا الفقراء والمساكين والمحتاجين والما عندهم، وبارك الله بيهم على هاي المعيشة الصعبة بأيام رمضان، وإن الله يجعل إن شاء الله رمضان كريم على كل طيب يفكر بالفقير والما عنده. ونشكر كل من بادر بهاي المبادرة ولم الأيتام والفقراء والمحتاجين على هاي المعيشة وعلى هذا السوق الصعب. في مناسبة شهر رمضان مبارك تأتي هذه الحملة التي تنظمها منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية في توزيع المنح المالية على عائلات النازحة في منطقة بزيبز من عائلات جرف الصخر، واقع 350 عائلة، وكذلك في مجمع دور واطئة الكلفة في الحبانية بواقع 250 عائلة. إلى جانب هذه المنظمات، هيئة علماء المسلمين، منظمة أم القرى للإغاثة بتوزيعها للمساعدات، طبعا هذه المنظمات ليست فقط في شهر رمضان تقوم بتوزيع المساعدات، ولكن طول أشهر السنة تحرص على توزيع المساعدات. نذهب إلى محافظة السليمانية وضمن مبادرات شهر رمضان، طبعا مطبخ الشيخ أحمد الخيري في مدينة السليمانية يحرص منذ سنوات على تقديم وجبات إفطار مجانية طوال شهر رمضان للفقراء والمساكين والمحتاجين. دعونا نتابع هذه الصور ونحن نتحدث معكم. طبعا يقدم المطبخ الذي يدار من مسجد تاريخي بمدينة السليمانية وجبات الطعام للآلاف كل يوم خلال شهر رمضان، حيث يأتي الكثير من الفقراء والمسافرين والمحتاجين. نعم هذا المطعم هو، ويحصل الجميع على وجبة يومية. طبعا بدأ المطعم في تقديم الوجبات في شهر رمضان بعد فرض عقوبات شاملة على العراق. هذا المطعم يعمل منذ العام 1998. هذه الصور من محافظة السليمانية، يعني هذا المطعم الذي يقدم الوجبات وجبات إفطار في شهر رمضان منذ العام 1998. طبعا يشار إلى أن هناك مطعم في بغداد، وبالتحديد في يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني، يقدم وجبات الإفطار وكذلك يقدم وجبات يومية منذ مئات السنين، يعني منذ 800 سنة المطعم في الشيخ عبد القادر الجيلاني. طبعا لا تنحصر هذه المبادرات على بغداد أو السليمانية أو الأنبار، بل في كل المحافظات العراقية، في البصرة، في كربلاء، في النجف، في بابل، في بغداد، في كركوك، في الأنبار، في الناصرية، في العمارة. صراحة هناك تكاتف يعني يشكر عليه العراقيون في هذا الشهر الفضيل، ولكن بالمقابل هذا يطرح تساؤل: أين هي الجهات الحكومية من الفقراء في العراق؟ نحن يعني في هذه الحلقة نتحدث عن المبادرات الرمضانية، وكذلك نتحدث عن حجم الفقراء وبالتحديد مأساة النازحين، كما شاهدنا بمقاطع توزيع هيئة علماء المسلمين في العراق أو منظمة أم القرى للإغاثة، كيف هي أحوال النازحين في العراق. 9 سنوات هم نازحون داخل بلدهم، يبحثون عن بيوتهم، عن مناطقهم، يبحثون عن فرصة عمل للعودة إلى سكناهم، ولكن الحكومة ربما يعني يجوز القول بأنها غير موجودة في هذا الملف، ملف النازحين. نعم دعونا كذلك نذهب إلى عدد من الناشطين العراقيين في مدينة الفلوجة، يعني مبادرة إنسانية لافتة تشمل وضع موائد داخل المدينة في الشوارع خلال وقت الفطور. هذه الصور من مطعم خيرات الفلوجة يهدف لتوفير الطعام للصائمين من المسافرين، من عابري السبيل، من الفقراء، من المحتاجين.
يعني تضم وجبة الإفطار أصنافا مختلفة من الأطعمة والمشروبات، يشرف عليها ناشطون من المدينة. تحدث الناشط محمد الجميلي لصحيفة العربي الجديد حول هذا المطعم وقال بأن المبادرة يشرف عليها عدد من الناشطين، عدد من الشباب في المدينة، يتولى تمويلها أصحاب مطاعم، تجار. يقول مع قلة عدد المطاعم على الطريق الدولي السريع، توفر للمسافرين ولسائقي السيارات فرصة لتناول الطعام. طبعا أبدأ كثير من العراقيون إعجابهم وشكرهم لهذه المبادرة ولمبادرات كثيرة سوف نعرض منها. طبعا في الحلقة لا نستطيع عرض كل المبادرات اليوم الموجودة في العراق، وكما أشرنا بأنها موجودة في كل المحافظات العراقية. معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، مبادرات رمضان تبين أحوال الفقراء والنازحين في العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. في البداية أتقدم بالتهنئة والتبريك لقناة الرافدين عامها الجديد والبث الجديد أيضا، وتمني لهذه القناة كل التطور والتقدم والتألق في ميادين ساحات الإعلام والقنوات الفضائية، لأنها هي الصوت الصادح للمظلومين والناس المضطهدين في هذا البلد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه، صدق الله العظيم. أنا بالصراحة أشكر كل المبادرات اللي جاي تقوم بها المنظمات في هذا الشهر الكريم للفقراء والمحتاجين، لكنه يا أستاذ محمد هذه المبادرات هذه حلول آنية. نعم. يعني إحنا نريد حلول، يعني حلول جذرية. يعني خلص شهر رمضان، وين يخرج بعد الفقراء إلا يلتجؤون؟ إحنا يعني صح، إحنا ما نريد الكل. نعم. استمر، لكنه إحنا نشكر كل المساهمين، لكنه وين دور الحكومة؟ دور الحكومة اللي غايب عن تقديم خدمة للفقراء بهذا الشهر وللنازحين، اللي انت جاي تشوف الاجواء العراق من البارحة لليوم، يعني الدولة وين؟ يعني المفروض الحكومة تقوم بواجبها حتى على مود يعني ترضى الناس. احنا يا اخي من سخط رب العالمين من تشوف الفقير يعني جاي يجوع وانت يعني ما تقدم اي خدمات. يعني الحكومة المباركة يعني ما يهمها مصلحة المواطن. يعني في البارحة شفت اللي الهجوم على المخاطر الحدودية والمنافذ الحدودية، والدولة يعني ما لها أي دور. اليوم شفت هاي الهجمة والفوضى وهذه مع قدوم السفير الإيراني، والدولة ما لها والحكومة ما لها دور. يا أخي أدري إحنا عايشين وين؟ عايشين بفوضى، عايشين وين؟ يعني والله يا اخي ما مرات يا دكتور عمر اقول احنا الله اللي حامين، ما ماكو اي حكومه. يعني انت جاي تشوف يعني البلد يتجه للفوضى، جاي يتجه للانهيار والانحدار، والدوله يعني ماخذه موقف الانحدار والسكوت. وهذا ما يصير. يعني المواطن العراقي بيجوع اما يتجه من يطاعت من يتجه، وين القانون؟ وين الحكومة؟ أين الحديث أخي عبد الرزاق؟ أين حديث الحكومة عن الحوار الوطني؟ أين دور وزارة الهجرة والمهجرين؟ يعني 9 سنوات، هل يعقل بأنه مواطن في أي بلد يوجد داخل بلد 9 سنوات نازح ما يقدر يرجع لبيته، ما يقدر يرجع لمنطقته؟ هذه إذا كانت عندنا حكومة دكتور عمر. نعم. لكن إحنا نفتقد لوجود حكومة ولوجود قانون. إحنا يعني بصراحة بلد سايب، يعني أحكي لك يعني الأخير بلد سايب بلا قانون بلا نظام. يعني جاي نعيش الانفلات الأمني اللي الفوضى اللي اليوم واللي البارحة اللي جاي يصير بالبلد، والله يدري اللي يعني أيام جاي شو راح يصير بالبلد. إحنا ما عندنا حكومة، ناس يعني طالع عن الطريق على يعني خاصة للقانون، فهاي هذه الفوضى. نسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين من الأيام اللي جاية اللي ما نعرف
شنو مصير العراقيين بيها. نعم آمين. تحياتي لك دكتور. حياك الله. خلونا نتابع كذلك أعزائي المشاهدين يعني فيديو لشباب من محافظة الأنبار أطلقوا حملة منذ بداية شهر رمضان، أطلقوا عليها سفرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقومون بجمع التبرعات وجمعها بأعداد ليست بقليلة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. خلونا نتابع ما قاله الشباب في المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حملة سفرة النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية الحملة الأولى اللي هي حملة سفرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي أطلقوها أخواننا وأهل الخير من المتبرعين. هسه كملنا تقريبا ايش قد حامد؟ 400 دكتور حامد هو كان يحسب. فهسه كملنا اول 400، ان شاء الله باكر هاي ال 400 راح تروح، ان شاء الله راح تروح باكر للقائم وياها مبردات ان شاء الله توصل لنا القائم ان شاء الله خير يا رب. الله يجزاهم بالخير ان شاء الله، وانتم هم الله يجزاكم بالخير، ما قصرتوا تعبتوا كل شوي. بارك الله بكم، السلام عليكم. يعني مبادرات صراحة مشكورة من قبل الشباب العراقي. معنا محمد من بغداد. محمد، مبادرات كثيرة في شهر رمضان المبارك، استعرضنا قسم منها، ولكن مثل ما قال عبد الرزاق من بابل يقول هذه مبادرات مشكورة، مبادرات كبيرة، ولكنها ليست علاجا للفقراء، ليست علاجا للنازحين في العراق. يجب على الحكومة وعلى الجهات المختصة أن تقدم حلول فعلية وليست يعني فقط تصريحات. يعني لحد الآن احنا ما شفنا مثلا هناك مثلا مساعدات من الحكومة وصلت إلى مخيمات النازحين مثلا على سبيل المثال، يعني مساعدات تستحق. يعني نرى أنه هناك برامج عربية تصل إلى مخيمات النازحين لتقديم العون، ولكن الحكومة التي تقول بأنها حكومة عراقية لا تجد حلا، وهذا يعني مفروض عليها للنازحين مثلا أو للفقراء في العراق. واليوم وزارة التخطيط قبل يومين أعلنت بأنه عدد الفقراء في العراق ارتفع، يعني تجاوز 11 مليون فقير في العراق بحسب أرقامها. نعم تفضل. في البداية تحية لك دكتور عمر، تحية لقناة الراقدين. أهلا وسهلا بك. وأنا أيد الكلام الأخ اللي حشاد الله شوية، أيد هاي كل التفاصيل أيد بيها. دور الحكومة هاي المبادرات اللي عملوها الناس المقتدرين، الناس اللي عندهم يعني الله موفقهم، هاي مشكورة عليها، لأن هذا عد الله هو الله والنبي عليه الصلاة والسلام موفق هذا الشيء. يعني كل إنسان مقتدر يساعد الفقير ويساعد المحتاج. بس هاي الحلول، هاي الأعمال انوجدت بالبلاد الفقيرة اللي ما عندها، نقول ما عندها خيارات، ما عندها انتاج تنتج بيه، ما عندها صناعه، ما عندها زراعه. العراق هو اللي فيه يحمل كل الصفات الثروات اللي عنده، والحكومه دمرت الثروات للبلد. ووجدت الحكومه بس تبيع النفط وتخبيه لهم، مثل هاي العامه، مثل الفقراء، مثل المحتاجين. جابوا السيارات المفخخه، كتلوا العالم، شردوا العالم النازحين، هو لا يسيرون عليهم، والمناطق اللي العالم انشبت من عندها وانهزمت من عندها، لا يرجعون العالم لمناطقهم، العصابات والميليشيات اللي يحكمون هاي المناطق ما يخلوهم، بحجج واهيه وبحجج طائفيه، يعني هي بمعنى يريدون يسوون تغيير ديموغرافي، هاي معروفه هاي الشغله. فالوضع بالعراق هو حاليا الحكومه هي ما مهتمه بالنازحين ولا مهتمه بالفقراء الموجودين بالعراق، يعني وصل عددهم اللي 11 مليون او 10 مليون، ما متاكد من هذا الرقم بالضبط، يعني الناس يعني فقراء الى ابعد الحدود. والحكومه ما لها هذا العلاج. ليش؟ ما عندها تخطيط هاي الحكومه، ما عندها تخطيط لاي شيء بتسوي للبلد، ما عندها اي شيء. اللي بدليل دمروا المصانع والمعامل والشركات والفي اللي ينتج للعراق. دمروا الوظائف، الناس تتخرج قاعدوهم بالبيت. النظام التعليمي فاشل، الصحه فاشله، وبيبيات الى اخره. فما عندهم تخطيط هاي الدوله، هاي دور العصابات ما عندهم تخطيط. تخطيطهم بس دمار وفوضى، بدليل المجتمع العراقي قسم، اكو ناس جهله، اكو ناس متخلفين، اكو ناس اميين انخلقوا، ناس مدمنين مخدرات، ناس شواذ جنسيين، ناس يعني خلقوا مستنقع او فوضى بالعراق، ما صايره ولا دايره باي بلد العالم. نتيجة هاي التراكبات اللي صارت 19 سنة
يعني خطيه الناس وخطيه المجتمع هذا العراقي بالحكومه. يعني واحد ببلده الناس ظلمت الجو. نعم، واحد ببلده اللي صار له نازح 9 سنوات واللي نازح 8 سنوات وسبع سنوات، يعني هذا في داخل بلده نازح، يعني هذا يعني يعكس بأنه ليس هناك مبادرة فعلية من قبل الحكومات المتعاقبة، كان في عهد العبادي أو عادل عبد المهدي أو مصطفى الكاظم اللي صرح يعني يوم أمس قال إحنا عندنا فائض، اليوم عندنا فائض ويعني يبشر بالخير القادم. زين النازح اللي ما يقدر يرجع لمنطقته وما يقدر يرجع لبيته، شنو من حكومة اللي متوفر له هذا الأمر البسيط؟ هذا أبسط حق من حقوقه، هو بيته ملكه، يعني مو جاي الحكومة بانيت له البيت أو مطيته قطعة الأرض، هو منطقته وبيته، ليش ما يخلوهم يرجعون؟ مبادرة في شهر رمضان من قبل الحكومة لإرجاع النازحين إلى مناطقهم، ولكن تكون مناطق مؤهلة للعيش الكريم، ليش ما يسووها؟ كم رمضان فات على النازحين؟ وأنا قلت قبل شوية دكتور قلت لك الحكومة ما عندها تخطيط ولا عندها مبادرة ترجع ذول الناس إلى مكانهم أو مناطقهم. شنو المانع ما تخطط؟ بيد الميليشيات ما يقدرون يرجعهم، لأن أكو أوامر من إيران وأكو أوامر من أحزاب هي اللي تحكمهم، تقولهم ذول الناس ما نريدهم يرجعون. إيش قد عددهم ذول الناس بمنطقة مثلاً فلان منطقة؟ عددهم مليون، إحنا نريد نسويهم 100,000، نريد نصفيهم، نريد الحكم الكذا، يعني نريد الوضع بالعراق، مرة كيف هم يريدون يسوون تغيير ديمقراطي بالعراق؟ يريدون يكون مجتمع جديد، مجتمع بناء مبني على 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 الفوضى، مبني على التخلف، مبني على الجهل، مبني على اللامبالاة لا الوطنية ولا الإنسانية. بدليل أكثرية العقلاء والمثقفين، أنا واحد من الناس ذات الثقافة. يا منا تعرفهم أصدقاء كلهم هاجروا خارج العراق، دور المثقفين كلهم هاجروا. دول ما يقدرون يتعايشون وياي شو مستوى واقع المرير اللي بنعيشه. فهي نتيجة هاي الحكومة، حكومة أكو حكومة بالعراق، أكو ميليشيات، أكو أحزاب هي تتحكم، وإيران اللي تنفيهم الدول الأخضر تقول مسوي كذا سووا كذا. أنا أشكرك محمد من بغداد، كان معنا كامل من بغداد كذلك. كامل مبادرات كثيرة في شهر رمضان في جميع المحافظات العراقية من الشمال للجنوب، منها ما تقدم وجبات إفطار، منها ما تقدم من منظمات تقدم أموال، تقدم مساعدات، هناك منظمات يعني تستمر بتقديم هذا الأمر، ولكن يعني كما يقال بأنها ليست حلا فعليا لإنقاذ النازحين، لإنقاذ الفقراء. أين هي مبادرة الحكومة الفعلية لانتشال حال الفقراء والنازحين في العراق؟ كامل من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ. أنا ضابط من الجيش السابق. أهلا بك، تفضل أستاذ. لا عندي راتب، لا عندي تقاعد، ما عندي، وثاني شيء حالتي تعبانة، لا عندي بيت، لا عندي سيارة، لا عندي قاع. نعم، ما عندك تقاعد؟ ما عندي تقاعد، وإذا وصل صوتي رئيس الدرا أقول له حاسس تعبان، يعني حتى إذا جابوا اللي جاي يقولون مثلا البرتقال، تفاح، الطماطم، البطيخ، ما أقدر أشتريها مثل ما أشتري أي شيء، يعني إلا شيء بسيط، يعني حصل عليه الملابس الزينة. والله تعبان، عندي مرة وياي هم تعبانة، هنا الناس كبار، زين هسه يوقع مريض، ليش نقله؟ ما عندي فلوس. شقد عندك خدمة كامل؟ شقد عندك خدمة بالجيش أنت؟ 83 أنا عندي خدمة. لي وين؟ شاركت كل المعارك. تمام تمام، يعني كم سنة عندك؟ كم سنة؟ أنت كنت مكلف لو مطوع؟ 35 سنة عندي. وليش ما حاسب لك تقاعد؟ نعم. شنو رتبتك أنت؟ لو ما عندك رتبة أنت؟ شلون؟ نائب ضابط. ليش ما عندك تقاعد؟ نعم. ليش ما عندك تقاعد؟ يعني يقولوا لي جيب اوليات من الفرقه 17، فرقه 17 ما تعطيني، يقولوا لي بعد سنتين يلا قطع، انا في هذا الجيش ما داوم، ارجع لهم، ارجع تورطت كم مره رجعت في الجيش، ما ادري حسبالي مثل الجيش السابق، يعني همتين النظام وتدريب وترتيب،
ان هذا الجيش ماكو يعني هيك اسلو، بس مجرد يعني ما اقدر اوصف، ما اريد اكثر من هذا الجيش بعد، تعبت من هذا الجيش. هسه لو تربون مواليد اختم وطني عادي، بس الثاني هسه بدون راتب، يعني انسانيه من اتم، يا اما مساعدك على ما تسوون جيش جديد وارجع اختم به اخدم وطني، يا اما يقولون لي هذا تقاعدك اخذه لحد ما تموت. زين هسه انا منين؟ اذا اعطيكم رقمي عن طريق الشاشه الطيب السيد رئيس الوزراء هو يحلها، يا اما يا اما يطلبون مواليد وارجع للخدمه الالزاميه، يا اما يقولون لي هذا تقاعدك على دائره المتقاعدين، هو الحل بيديهم. بس ارد الرقم فيها مجال؟ الرقم عندنا موجود. يعني قوله اوكي اوكي تفضل. قول رقمك على الهواء. رئيس الوزراء لا تنتظرونه بكيفكم. احنا ما عندنا تواصل يا رئيس الوزراء. تريد تقول رقمك قوله على الشاشه ابو. يعني ارد انا لو تبي. اي لا لا انت رده. ارده؟ اي 07818 5437 7338. نعم. رحم الله والديك. والديك أنا أشكرك كامل من بغداد كان معنا. أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، مبادرات في شهر رمضان، يعني مبادرات مشكورة، جهود كبيرة صراحة يبذلها الشباب العراقي ورجال العراق ونساء العراق والمقتدرين والمحسنين، ولكن في نفس الوقت هذه المبادرات تظهر يعني جليا حجم الفقر في العراق، حجم معاناة النازحين في العراق. رأيك أبو عراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. إن شاء الله رمضان كريم عليكم علينا وعليك يا رب. آمين يا رب. أستاذ عمر، إحنا ما نتحدث للفقير نقول له نحصره بس برمضان. إحنا كشعب جيناتنا متأخين أستاذ عمر. الله يخليك. إحنا إن شاء الله احنا حسبنا على الحكومة، يعني انت يا البرلمان، مبادرة من البرلمان، راتب باحث اوزع على الفقراء. نعم. راتب باحث اوزع على الايتام. راتب اشوف البرلمان اللي صعدناكم ووصلناكم لهذا المكان. ما قلنا لكم روحوا بوقوا لنفسكم. نعم. الشعب يا برلمان، يا حكومة، هل الله هاي الناس التعبانة اللي اليوم المريض شايل الوصفة مالته ما يقدر يروح للصيدلية يشتري العلاج ماله. يا حكومة، هل الله بهاي الناس؟ نعم. وباشر تقفون أمام الله ويحاسبكم الله. إيش قدمتوا لناسكم؟ إيش قدمتوا لهاي المسلمين؟ إيش قدمتوا لهم؟ شو ضيتوهم؟ يا أستاذ عمر، إذا نظل نترجى من هاي الحكومات، فأنا طارشك وخلي نسمع للشعب العراقي. غسل يدك مو للتسع لفوق، لا ترجون عمي. هسه بالنسبة كشعب بيناتنا متهاكين، ناس تساعد ناس، بس احنا شرهدنا يا أستاذ عمر، شرهدنا على الحكومة بهذا كلمية. بعد شو تيجون يعني وين تصلون بعد؟ ما كافي هذا البوق البكتوب. عمي خلونا سنة لكم ونص شهر إلنا. عمي انطوا هالناس هاي، انطوها غذائية، انطوها رواتب اللي ما عنده. مثل هذا الأخ هسه 35 سنة وراتب ما عنده، بالله عليك شلون يعيش؟ شلون يعني شلون راح يدبر حاله؟ وهسه تلقاه قاعد أجار يا أستاذ عمر. نعم. احنا شرهتنا يا أستاذ عمر، نشرع الحكومة نقولها يا حكومة ترى هاي الدنيا زالية تروح وخلاص، وباشر تقفون وراكم قبر يا حكومة، يا برلمان، يا رافع العيساوي، يا غيره، ترى وراكم قبر ويضيق عليكم القبر. أنا أشكرك أستاذ. أنا أشكرك أبو عراق من فلوجة كان معنا. حسين من بابل. حسين، مبادرات كثيرة في شهر رمضان في جميع المحافظات العراقية، ولكن بنفس الوقت تكشف حجم يعني كبير من الفقراء ومن
معاناة النازحين. رأيك، رأيك في المبادرات ورأيك في أحوال الفقراء والنازحين في العراق. حسين من بابل، تفضل عيني. طيب عمر. نعم. أسمعك، تفضل حسين. عندي الصوت مو واضح حسين، يا ريت ترجع تخابرنا مرة ثانية، أكو صدى بالصوت حسين. نعم، معنا اتصال أبو عبد الله من أربيل. أبو عبد الله، مبادرات رمضان وأحوال الفقراء والنازحين في العراق، يعني مبادرات مشكورة كثيرا في العراق مثل ما شاهدناها في بداية الحلقة. الله يسلمك أبو عبد الله. تكشف يعني أعداد كبيرة من الفقراء ومعاناة النازحين المستمرة منذ سنوات. رأيك، وين الحكومة عن هذه، عن أحوال الفقراء وعن أحوال النازحين؟ أبو عبد الله. هذا شو، هذا شو ما شاء. أبو عبد الله. ما تعرف يا رب. أبو عبد الله يا ريت. أبو عبد الله. نعم. يمك صوت أطفال، يا ريت تكون وحدك حتى نفتهم عليك. إيه صار. جاهزين يبيعون على ايباد والله بيسود استاذ. تفضل. والله صدقك، هي ترى العراق كثر بقى فقرات. نعم والله العظيم، بس الطبقه الحاكمه شويه يعني شويه وضعهم زين، والباقي كلها فقره. هذا النبابط ما ادري شنو كان قبلي خابر. نعم. احيي طبعا والله يساعده، والله يراد لها قلب. يعني انت رجال عسكري شاركت بحروب، يعني كنت مقدم روحك كمينة هدية للوطن، ومقدم أجزاء من جسمك كمينة للوطن. نعم. يعني كل شيء قدمت، يعني معقولة، يعني يا بالنظام ما ظل مو مشكلة، ولو هم كلهم يروحون في دول النظام السابق كمينة، لأن النظام كان قانوني حكاية واحدة، أمر واحد يطلع حساسات منها يطلعون يشرعون قانون، ورا أسبوع الأخ يشرعون قانون ثاني، حتى الموظف ما يعرف يعني مش على اي قانون. يعني ما ادري ليش صار بينا احنا، ليش احنا صار بينا هيك، ما نعرف. يعني معقولة عسكري مداوم 15 سنة و 20 سنة مداوم عسكري يروحون يشربتوه؟ والله شنو حلينا الجيش السابق، حليت الجيش السابق زين، وهذا شنو مستقبله، وين يروح؟ يعني انا اخويا تبع المانيا لاجئ، لاجئ لاجئ والله، يطلب بالشهر 29 ورقة، هم أمين بيت وأرزاق يطلبوا كل شيء يطلبونه، بس في سبيل إنه ما يشتغل. يقولون يعني راح الغير دولة، زين أنا بلدي، أنا بلدي، أنا نعم وكل شيء مقدم البلدي، زين ليش ما ساعدونه، ليش ما ساعدونا الدولة هاي؟ الميليشيات وقت الباحرة رايحين على ما أدري السلامة ما يسووها، والله لازم تدعوها يا ما احنا ما بدأنا تحكي كل من يشي تحكي، يا هو وزير صحة، هو وزير تجارة، هو وزير دفاع، هو وزير صحة، هو كل شيء ما ناجح به، هو كل هم فصلها كل هم تحرفها، تحكي لها هذا القانون ما يبيدني لا عشي بيدك قانون، بس وإيران يعني بس تدعو إيران انتو عم يدعبوا، هذا وزير ده يشتغل، دعبوا خلي يشتغل براحته، انتو كل شوية مسوي المظاهرة، كل شوية ضاربيكم أربع كاتشوتات، كل شوية قاصفكم بلا مكان، طائرات مسيرة وما أدري شنو، عميل سعد تعب، والله العظيم السعد يقوم عليكم، والله يسعدكم سعد عبد السلام عارف، عبد الرحمن عارف ما اللي سعد السلام كان ياول، ماذا أذكرك؟ أنا قلت مرة بالتحريك قالت والله يسعدكم سعد عبد السلام، والله العظيم مكان ما يظلمون نفسكم به، والله. تقصد عبد الكريم؟ نعم. أنا أشكرك أبو عبد الله من أربيل كان معنا. حسين من بابل يعاود الاتصال، تفضل حسين. حسين تفضل عيني. أسمعك تفضل. أسمعك تفضل. حسين بدنا نتحدث عن مبادرة، مبادرة أو مبادرات شهر رمضان المبارك، تكشف حجم هائل من الفقراء وتكشف معاناة النازحين المستمرة. رأيك، تفضل. خلنا شفيات ما أعطني الماقو، ما محمد مصطفى الكاظمي ماقو، لا راتب ولا كل شيء، ما عندنا كل شيء، لا هو أجر أبي أجار ماقو، شين سالة ما هي الدولة ماقو،
نعم. ما عندي راتب هاي الفقرة. شو السالفة؟ ما أدري شو السالفة. أنت كلها ما أكل. لا أنت قاعد كلها وساكتة. لا شغل لا عمل لا كل شيء. بس قاعدين ساكتين. نعم. أكويت حكي سال عمر. هذا الوضع في العراق ووزارة التخطيط تقول بأن عدد الفقراء في العراق ارتفع. أدري عسى ما نصر تعظمي سديت ما نصر تعظمي بس ما طالنا قطع وما يقول جديد 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 ما طالوا كل صارت عدى راعي جت رسائل وما جت رسائل. الله المعين. نعم حسين اسمعك. هاي القطع هسه كذا جتها كذا جت رسائل وهاي ما جت رسائل كل العالم جتها يقول انا كذا جديد 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 شنو جديد ما ادري ايش سالفه ما ادري ولا راتب مال عاطلين لا ما ادري شنو لا كذا عجاب هسه وقاعدين ساكتين لا شغل لا عمل والله ما شلون يصير هسه هاي العراق مال شلون العراق ما ليش فيه no. العراق الدولة ما تطير راتب كذا قالوا ساكتة وأول عبد المور هذا العام على العالم قالوا تخبرت العالم no. كذا راتبه وعلى عجاء كله دك داقة. الله يعينكم حسين من باب نعم والله العظيم هكذا شوفه هكذا كذا البيت هكذا عجاء وهكذا يريد الأجار وما عادي أعانكم الله. أنا أشكرك حسين من باب الكلام معنا. معنا أبو خطاب من الأنبار. تفضل أبو خطاب. أبو خطاب مبادرات كثيرة في وعليكم السلام ورحمة الله. مبادرات كثيرة في العراق خاصة في شهر رمضان المبارك شاهدنا قسم منها في بداية الحلقة، ولكن يعني حجب الفقراء بازدياد، معاناة النازحين باستمرار. رأيك؟ رمضان كريم دكتور عمر. علينا وعليك إن شاء الله، الله يتقبل الصيام والقيام يا رب. آمين يا رب العالمين. والله يا دكتور عمر هاي شو تفيدها؟ هي تفيدها شغلات مال وجبة يوم ثلاثة أيام أربعة أيام. جزاهم الله خير العراقيين كلهم طيبين وكرام. نعم. وناس خدعة ناس، بس هالحكومة هذا تحرك تشوف معاناة النازحين. تشوف معاناة هاي العالم هسه بالخير، مو النازحين، اكثر الناس هسه مأجرة بزوت سوا خبزة ما تلقى، ما تقدر على الفطور ما تقدر تجيبه والله. مو بس النازحين، والله النازحين بس مو نازح قاعد بغداد، اللي قاعد بالانبار واللي قاعد كل المحافظات، اكثر الناس ما في خبزة تعشى ولا تغدى ولا تريق ولا. نعم. مو على النازحين وشغلة النازحين، هم يعيشوا الحكومة هاي ما جاي حرفين حكومة جاي. إذا هي الحكومة ما جاي جاي مجاوم السفير الإيراني جاي من الناس تادي بشكل الحكومة شنو شغلهم؟ بتعرفت أنت على ثاني دكتور عمر شنو شغلهم هم قاعدين إذا حكومة ما يقدر يسوون حكومة وشنو بس بفتحنا يا حكومة هاي حكومة لا تقولون حكومة والله ما يصير تقولون حكومة هاي مو حكومة هاي ناس مصابة حرامية بس على فلوس ورواتبهم ولا يقل عنه يجوز 30 ما حد يدري 30 40 مليون راتب الواحد كل العالم داي يحتاج للجوع الشعب العراقي والله من الجنوب للشمال من راس البيشة إلى 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 الخور عبد الله كلها ما يتم الجوع يعني لا تسأل الحكومة والله حكومة ما تحكم والله ما حكومة ينتشون عن جسم العراقيين وهي حكومة ما زين يعني دكتور عمر. أنا أشكرك أبو خطاب من الأنبار كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. طبعا لم تسهم الإجراءات الحكومية من الحد من نسبة الفقر في العراق أو معالجة أزمة الفقر في العراق. طبعا تحدث قبل أيام المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي وقال بأن الوزارة سجلت قبل أزمة كورونا وبالتحديد في عام 2019 سجلت 22.5% نسبة الفقر في العراق. قال لكننا نتوقع بأن النسبة ارتفعت بعد خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي إلى 25%. هذا بحسب أرقام وزارة التخطيط. طبعا لكن تقرير سابق من نفس الوزارة وزارة التخطيط وجاء عن وزير التخطيط خالد بتال قال بأن تداعيات كورونا تسببت بإضافة 1,400,000 عراقي جديد إلى إجمالي عدد الفقراء، وأشار إلى أن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع بلغ 11,400,000 فرد عراقي، أكثر من 11 مليون عراقي. يعني إذا قلنا أنه النسبة نسبة عدد السكان العراق مثل بحسب يعني أرقام وزارة التخطيط 40 مليون، يعني أكثر من 11 مليون يعني ثلث الشعب، ولكن هناك تقديرات دولية تؤكد بأن نسبة الفقر في العراق قفزت إلى أكثر من 40%، خاصة مع خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، وكذلك قبلها أزمة فيروس كورونا جائحة كورونا. أضف إلى ذلك بأنه يعني معدلات الفقر كبيرة في كثير من المحافظات الجنوبية. خذ على سبيل المثال محافظة المثنى، أكثر من نصف عدد المحافظة مسجلون بأرقام وزارة التخطيط في حكومة مصطفى الكاظمي تحت خط الفقر. طبعا خرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكثر من مرة للحديث عن معالجة أزمة الفقر في العراق، ولكن مثل ما أشرنا وتشير يعني تقارير صحفية بأنها هذه الإجراءات لم يعني ترى النور لغاية الآن. إذا تحدثنا عن أزمة النازحين المستمرة في العراق وأخذنا بعض المناطق من توزيع مساعدات من قبل هيئة علماء المسلمين أو منظمة أم القرى للإغاثة، وشاهدنا يعني جزء بسيط جدا من معاناة النازحين وهم يتحدثون، يعني اليوم تراجعت آلاف العوائل العراقية النازحة في محافظة ديالى عن طلبات سابقة قدمتها للعودة إلى مناطقها الأصلية داخل وخارج المحافظة، بسبب طبعا هناك أكثر من 37,000 عائلة نازحة لا تستطيع العودة بسبب تهديد الميليشيات في محافظة ديالى. على سبيل المثال إحصائية وزارة الهجرة يعني أحصت بأنه أكثر من 37,000 عائلة عراقية نازحة خارج مناطقها الأصلية فقط في محافظة ديالى، وقدرت إجمالي النازحين خارج المحافظة بأكثر من 750,000 يقيمون في مجمعات سكنية على نفقتهم الخاصة في بلدات عدة بأربيل والسليمانية فضلا عن بغداد والأنبار وغيرها من المحافظات. هذه محافظة واحدة، يعني تقريبا بس محافظة ديالى بحسب أرقام وزارة الهجرة بها 800,000 نازح فقط في محافظة واحدة. هذه يعني أزمة كبيرة، أزمة مستمرة تفاقمت وتتفاقم مع الأسف في السنوات الماضية والمستمرة لغاية الآن. تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين عن مبادرات شهر رمضان المبارك ومعاناة الفقراء والنازحين في العراق. شكرا لكم، نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. في أمان الله.